بعد شوي بتبدأ فترة الصيام المتقطعة حقتي. أنا أكل من 12 الظهر لين 8 بالليل، 16 ساعة أصوم فيها، لكن أقدر أشرب موية قهوة وشاهي بس بدون إضافات لا سكر ولا حليب، وممكن بعد أعشاب. هذا الصيام المتقطع له فوائد كثير. أول شيء أنه يعزز حرق الدهون، حلو، فبالتالي اللي فيكم يبغى نتائج أفضل في النزول يطبق الصيام المتقطع. الحاجة الثانية أنه ينظم عندك مستويات السكر في الدم، وبالأخص الناس اللي لا قدر الله قرب المرض السكري بيلحق على نفسه عليه بالصيام المتقطع، منها ينزل وزنك شوي ومنها تنظم السكر بالدم تلحق على نفسك. الحاجة الثالثة، الصيام المتقطع من فوائده أنه يحارب عندك الشيخوخة، يأخر عملية تقدم السن، بالتالي تعيش فترة أطول وبصحة أفضل.